تعزف السلام الملكي كما أدت فرقة من حرس الشرف تحية لجلالته. كبار المستقبلين من السلام على جلالته وتهنئته بسلامة العودة حتى استقل جلالة الملك المعظم السيارة الملكية يحيط بجلالته أنجاله أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسار ركب الملكي الكريم يشق طريقه وسط الجماهير المحتشدة من أبناء الشعب الذين اصطفوا على جانبي الطريق الطويل الممتد من المطار إلى العاصمة لاجتلاء طلعة الملك المحبوب. في صباح اليوم التالي الاثنين 6 شوال الموافق 12 مارس غادر الموكب الملكي السامي قصر الناصريات العامر متجها الى قصر الحكم لاستقبال وفود المهنئين القادمين للتشرف بالسلام على جلالة الملك المعظم. جلالته عزفت الموسيقى السلام الملكي وأدت فرقة من حرس الشرف تحية لجلالته، ثم دخل صاحب الجلالة الملك المعظم القصر وكان يسير إلى يسار جلالته أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سعود. وفي قاعة الاستقبال تشرف بالسلام على جلالته فضيلة الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة رجال الدين وكبار رجالات الدولة وضباط الجيش والوجهاء وشيوخ القبائل. وبعد ذلك غادر صاحب الجلالة الملك المعظم قاعة الاستقبال عائدا إلى قصر الناصرية. ونرى هنا بوابة قصر الناصرية الرئيسية والشارع الممتد إلى القصر الذي تحيط به الحدائق الغناء الدائمة الخضرة. ثم نرى السيارة الملكية تدخل بجلالة الملك المعظم إلى قصره الخاص. الدمام عاصمة المقاطعة الشرقية تلبس أجمل حلة من الزينة. في هذا اليوم الواقع في 15 صفر لعام 1376 وصل من الرياض حضرة صاحب الجلالة الملك سعود المعظم. إن سلسلة من الحوادث البالغة الأهمية على وشك الوقوع. صاحب الجلالة الملك سعود وبصحبته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ولي عهد المملكة وعدد كبير من أفراد العائلة المالكة يستعدون لاستقبال الضيف الملكي الكريم صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني عاهل العراق. قطار الديزل الحديث يحمل الركب الملكي إلى ميناء الدمام إلى مسافة 7 أميال داخل مياه الخليج. ومن الشمال يقترب اليخت الأبيض المشرق حاملا معه ملك العراق إلى مكان اجتماع العاهلين. هذه مناسبة سعيدة تصحبها استعدادات رسمية على غاية الأهمية، فحرس الشرف يقف على استعداد بينما يعزف الجنود الأنغام العسكرية إنها موسيقى القرب. المدافع تطلق 21 طلقة تحية للضيف القادم. اليخت الملكي يقترب من رصيف الميناء. الحماس يبدو واضحا على محيا ولي العهد ومحيا أميرين من أبناء جلالة الملك. حانت ساعة اللقاء، لقاء العاهلين الكبيرين الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية والملك فيصل الثاني ملك العراق. الملكان يتعانقان. هذا الاستقبال الرائع لملك العراق الذي يزور المملكة العربية السعودية لأول مرة. زيارة أسسها الصداقة والتفاهم التام بين عائلتين ملكيتين. زيارة تعبر عن أماني شعبين عربيين متجاورين. على
ظهر اليخت ملكان عربيان كل منهما بحر من الشهامة والتسامح والكرم. هذا القطار يمثل مشروعا صناعيا مهما، لقد وضع الفكرة الأساسية وأخرجها إلى حيز الوجود المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن سعود، تغمده الله برحمته ورضوانه. إنه ذكرى حية إلى الأبد لما قام به مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة. في داخل القطار جنبا إلى جنب يجلس الملك سعود وضيفه الملكي من العراق، إنهما يمثلان الوحدة العربية بأجمل معانيها. ها قد وصل القطار إلى محطة الدمام التي هي آخر نقطة في خط سكة الحديد، هذا الخط الذي يتجه من الدمام إلى مدينة الرياض عاصمة البلاد. الجماهير تحيي الملكين الكريمين وتهتف بحياتهما. حرس الشرف يقدم التحية العسكرية. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ولي العهد يرحب بالضيف. السيارات تنقل الملكين العظيمين إلى القصر في الدمام. استقل الملك فيصل اليخت الملكي عائدا إلى البصرة، كانت الأسس قد وضعت لمستقبل طيب مبني على التفاهم والتعاون بين المملكتين العربيتين. الزمان لقد مر يومان، نحن في 17 صفر عام 1376. المكان مطار الظهران الكبير، هذا المطار الذي أصبح ملتقا لخطوط الطيران العالمية من الشرق والغرب. لقد امتلأ جو المطار بحماس منقطع النظير. مرة ثانية تظهر وجوه أفراد العائلة المالكة. إنه اجتماع تاريخي وشيك الوقوع. لقد تسلق مئات من الناس الرافعات التي تستعمل في تموين الطائرات لكي يتمتعوا برؤية أفضل. جلالة الملك سعود وسمو الأمير فيصل وأفراد حاشيته والشعب المخلص ينتظرون الضيوف. لقد وصلت طائرة الكونفير التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية. الطائرة تتجه إلى موقفها. فخامة السيد شكر القوتلي رئيس الجمهورية السورية يخرج من الطائرة. صاحب الجلالة الملك سعود يتقدم حاشيته وجمهور المستقبلين لتحية زعيم سوريا. فخامة السيد شكر القوتلي يرد تحية الجماهير بينما يسير برفقة جلالة الملك مخترقين طريقهما بين هذا البحر الخضم من الأهالي المعجبين نحو مكان الاستقبال. رائحة الطيب الزكية تملأ الجو بينما يتبادل الملك سعود والسيد شكر القوتلي الأحاديث الودية. الجميع بانتظار ضيف آخر كبير. فجأة ينتشر الحماس بين الجماهير المتراصة. هذه طائرة ركاب جديدة تصل. لقد قدمت هذه الطائرة من القاهرة. الجماهير تراقب ما يجري بانتباه شديد بينما يخرج من الطائرة ضيوف مصريون كبار. إنهم الدفعة الأولى من القطر المصري الشقيق. ثانية تتحرك الجماهير، إن الخبر ينتشر بسرعة. طائرة أخرى قادمة من القاهرة تقترب من الظهران. الملك سعود والرئيس القوتلي والأمراء والحاشية والحرس وعشرات من المستقبلين يسيرون جميعا نحو الطائرة التي تتجه إلى الموقف وتأخذ مكانها. حماس الجماهير في ازدياد، أكثر من 10,000 مستقبل، كلهم يحرصون على أن يلقوا نظرة على هذا الاجتماع التاريخي بين رؤساء الدول العربية.
اثنان من الرؤساء الكبار الثلاثة والجماهير المتراصة. الجميع ينتظرون الكبير الثالث سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. هتافات الجماهير تصل إلى السماء. لقد اجتمع رؤساء العرب الثلاثة. إن السرور والغبطة يظهران على وجوههم بينما يقومون بتبادل التحيات. هذا تعبير قوي لتآلف الشعوب العربية ذات المصالح المتصلة. ليلة واحدة في الدمام ومن ثم إلى الرياض. طائرة الملك سعود الخاصة تنقل الرؤساء إلى العاصمة لمتابعة أبحاثهم. لقد وصلت أخبار الاجتماعات التاريخية إلى الرياض قبل وصول الطائرة الملكية. أعضاء العائلة المالكة ينتظرون في المطار خارج الرياض لتحية جلالة الملك وضيفيه الكريمين. لقد احتشد المطار بما يزيد على 20,000 نسمة. إن هتافاتهم تدوي فتصل عنان السماء. عشرات المستقبلين، الأمراء وكبار موظفي الحكومة وشخصيات العاصمة يحيطون بالملك والضيوف. في المساء أنوار قصر جلالة الملك سعود تضيء ليل العاصمة العربية. احتفال كبير يقام في قاعة القصر. وبعيدا عن الجماهير المتراصة يستمتع الملك سعود وضيوفه ببعض الراحة بعد أن قضوا مدة طويلة في الاجتماعات والمباحثات المهمة حول الشؤون السياسية والعسكرية التي تهم بلدانهم. يشترك في الحفلة الأمير منصور والأمير عبد الإله نجلا جلالة الملك سعود الصغيران. إن الفرح يملأ قلبيهما لاشتراكهما في تحية هؤلاء الضيوف المشاهير. أفراد العائلة المالكة والضيوف يتجهون نحو مائدة الطعام. هذه مناسبة مهمة تستدعي هذا الحفل الكبير. بعد ظهر اليوم الثاني في 19 صفر عام 1376 يصبح مطار الرياض مرة ثانية مسرحا للشعور الفياض. إن وداع الإخوة لم يكن في يوم من الأيام مناسبة سعيدة، ومع هذا فهنالك كثير من أسباب السرور والغبطة في هذا اليوم. هنا يعبر ثلاثة من زعماء العرب عن الصداقة المتبادلة والاحترام الأخوي ووحدة الأماني. هذه الاجتماعات وتبادل الآراء أصبح الزعماء الثلاثة ومن خلفهم شعوبهم ذوي شعور واحد وهدف واحد.
once again, the General Assembly has the privilege to welcome the head of state of a member nation. That, I believe, is desirable because it brings into closer contact and better understanding the member state concerned and the United Nations. As an Asian, I'm all the more happy to have the honor of welcoming His Majesty the King of Saudi Arabia. And now I have the great pleasure of requesting His Majesty to address the General Assembly. الرحمن الرحيم. سمو الرئيس، حضرات الأعضاء، أشكر صاحب السمو الرئيس على عبارات التهنئة الرقيقة وعلى تهيئتي هذه الفرصة للاجتماع.